السلام عليكم. ما إن يخسر مجرم الحرب حفتر في معركة أو موقعة ما حتى تسارع بعض الدول في دعمه وإنعاشه من جديد. هل تريد تلك الدول استقرارا حقيقيا في ليبيا؟ أم أنها تريد إعادة تدوير النظام الوظيفي الذي يخدم مصالحها؟ هل حقيقة يحارب المجتمع الدولي الإرهاب؟ أم أنه شعار لتمكين عملائهم؟ المجتمع الدولي وتجدد الدعم لتثبيت حفتر، هذا ما نناقشه في هذه الحلقة من حوار المساء مشاهدينا، لكن نعود إليكم بعد متابعة هذا التقرير. ليبيا تشهد أيضا عدم استقرار خطير. ليبيا التي تقع على بعد كيلومترات فقط من السواحل الأوروبية، وفي هذه اللحظة بالذات نقوم بعمليات استخباراتية محفوفة بالمخاطر. ثلاثة من جنودنا الذين كانوا في هذه العمليات فارقوا الحياة في حادث مروحية، وأريد اليوم تكريمهم أمامكم. الرئيس الفرنسي ينعى ثلاثة من جنوده يقاتلون مع ميليشيات حفتر هلكوا في مواجهات مع سرايا الدفاع عن بنغازي. على عينك يا تاجر، كما يقول الليبيون. أضحت دول عدة لا تخفي دعمها لمجرم الحرب حفتر الذي يسعى لحكم البلاد ويرفع شعار محاربة الإرهاب. دعم عسكري مالي ولوجستي، وحتى الوجبات التي يتغذى بها جنوده من مرتزقة وغيرهم تكفلت دولة الإمارات بتوفيرها لهم. مجرم الحرب حفتر فتح باب ليبيا على مصراعيه يتدخل فيها من شاء من الدول التي تقف لجانبه بشتى أنواع التدخل. أما أم المهازل من تدخل الدول الأخرى في شؤون ليبيا هي أن يقوم مذيع مصري يعرف عنه تطرفه وحقده على المسلمين يقوم بتحقيق أمني مع متهمين اعتقلتهم ميليشيات حفتر لم يعرضوا على محكمة ولو صورية. ضميت في 2016 السنة اللي فاتت. 2016. 2016. مع مين؟ مع مصطفى الشركسي. مصطفى الشركسي. مصطفى الشركسي. انضميت لتنظيم إيه بعد الثورة؟ تنظيم داعش. انضمت لهم إزاي؟ والله مسكونا فهمت نظام توبة، يقول لك توب ما توب. لأنك إيش مرتد وكلام اللي يقولوا فيه هذا مرتدين ما مرتدين أنتوا تحكموش بشرع الله. المحللون السياسيون يرون أن الدعم الدولي المقدم لما يسمى بعملية الكرامة غرضه الرئيسي نشر الفوضى وعدم الاستقرار في ليبيا حتى تستطيع عصاباتهم المنظمة سواء ميليشيات حفتر أو مهربي الوقود والسلع أو تجار الحروب وأرباب الأموال المشبوهة أو تجار البشر من عصابات الهجرة غير الشرعية نهب مقدرات وخيرات البلاد في ظل هذه الفوضى المدعومة من دول شتى أبرزها فرنسا التي تنهب خيرات وثروات القارة الإفريقية. فمعارك الهلال النفطي التي فاجأت سرايا الدفاع عن بنغازي الجميع بسيطرتها السريعة على مناطق واسعة منها أظهرت حقيقة دعم هذه الدول لمجرم الحرب حفتر. فرغم تسليم السرايا الموانئ للحكومة المقترحة المدعومة دوليا إلا أن هذه الدول رفضت ذلك وقامت بدعم ميليشيات ما يسمى بعملية الكرامة بالسلاح والطائرات والمرتزقة حتى يستعيد حليفهم حفتر السيطرة عليها. فهل يريد المجتمع الدولي تمكين حفتر أم يريد حل الأزمة في البلاد؟ أهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في هذه الحلقة من حوار المساء والتي نخصصها للحديث عن المجتمع الدولي ومحاولاته المتكررة ومحاولات بعض الدول لتثبيت حفتر كلما يهزم في معركة أو موقعة. وأرحب بضيوفي الكرام، السيد إبراهيم عبد الصمد وهو المحلل السياسي ينضم إلي عبر سكايب، كذلك عبر سكايب الدكتور إلياس الباروني أستاذ العلاقات الدولية، وأيضا السيد محمد العربي زيتوت عبر الهاتف وهو الدبلوماسي الجزائري السابق. لو بدأنا مع أستاذ العلاقات الدولية الدكتور إلياس. دكتور إلياس، بعد الترحيب، هل المجتمع الدولي صادق في محاولة إيجاد حل حقيقي لما تمر به ليبيا؟ هذا ما لاحظناه عبر السنوات الأخيرة عقب اختيار أو الوصول إلى اتفاق ما يعرف باتفاق الصخيرات والمجلس الرئاسي
نجد أن المجتمع الدولي من جهة يعترف ب أو يعمل على جاهدا على إنجاح المجلس الرئاسي، وبالمقابل هناك دعم كان خفيا في البداية، دعم ما يسمى بتنظيم الكرامة الإرهابي بقيادة المجرم الحرب الخارجي المتمرد حفتر، كان تحت الطاولة، ثم أصبح علنا يقوم بدعم هذا التنظيم. وهذا يعطينا ازدواجية في المعايير، وهناك كين مكيالين في الظاهر يتظاهرون بأن المجتمع الدولي مع الوفاق، مع المصالحة، مع الحوار بين الأطراف الليبية، ولكن في الحقيقة الأمر هم يدعمون الإرهاب في المنطقة الشرقية. وأيضا خلقت بعض الأجسام الغريبة على المجتمع الليبي المتمثل في داعش، وأيضا في بعض يقومون بدعم وأزلام النظام السابق وتحت رعاية ما يسمى بالكرامة. كل هذه الأشياء أصبحت الآن واضحة وجلية للعيان بين المجتمع الدولي لا يريد إنهاء هذه الأزمة بشكل سريع، ولكن يعملون قدر الإمكان على إطالة عمر هذه الأزمة غاية في نفس يعقوب، وهي واضحة في الحقيقة. سرقة الثروات الليبية داخل ليبيا، أيضا هناك مشروع خفي وفي الحقيقة ممكن نقول أنه يسعون إلى تقسيم ليبيا شرقا وغربا وجنوبا، وهنا ينبغي على الأساس الآن في ليبيا كيف النظر لهذه الأمور وتوضيحها للرأي العام المحلي أولا، وأيضا طيب سيد البارون الدول تعمل على مساعدة ليبيا بشكل يعني إلى حد ما وضع حيادي للقضية الليبية. ابقى معي ضيفي من كوالالمبور سيد الياس الباروني، وانتقل للدبلوماسي الجزائري السابق الذي ينضم إلي عبر الهاتف السيد محمد العربي زيتوت. سيد محمد، الأنظمة الوظيفية التي أسقطتها ثورات الربيع العربي، هل يسعى المجتمع الدولي لإعادة تدويرها من جديد لأنها تحفظ له مصالحه؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. لا شك في ذلك، فما يسمى بالمجتمع الدولي أي القوى الكبرى، وهي قوى استعمارية بطبيعتها وبتاريخها، تريد أن تظل هذه المنطقة العربية كلها أن تظل تحت سيطرتها، تحت هيمنتها، تحت نفوذها. طبعا ظلت هذه المنطقة لعشرات السنين تحت استعمار مباشر، ثم جاء الاستبداد الذي ورث الاستعمار وتقوى هذا الاستبداد، وكانت هذه الدول بشكل أو بآخر تدعم هذا الاستبداد بطبيعة الحال. يريدون نوع من الاستقرار الاستعماري، بمعنى أنه إذا كان هذا الاستقرار يخدم المصالح الاستعمارية فهو سيكون، وهذا ما كان مثلا في عهد القذافي أو في عهد مبارك. أو إذا كان هذا الاستقرار لا يخدم هذه المصالح فإن هي الفوضى المحسوبة أو المخطط لها إذا شئت، بمعنى أنها تكون فوضى في حدود معينة بحيث لا تستقر تلك البلاد ولا تقوم لها قائمة حتى لا تكون أو لا تعود لدورها التاريخي. نعرف أن ليبيا تاريخيا مثلا كانت قوة في المحيط في البحر المتوسط، وكانت البواخر والأوروبية تدفع ضرائب بما فيها الأمريكية، وأنا تتذكر الحرب الأمريكية الليبية مثلا قبل قرنين من الزمن. هذا الدور يراد لكل المنطقة، منطقة البحر الأبيض المتوسط الجنوبية، أن لا تقوم به إطلاقا، وأن يتم إعادة إنتاج هذه الأنظمة. حفتر طبعا يعتبر مثال هائل أو مثال واضح في كيفية محاولة إعادة فرضه على الليبيين رغم السنوات التي مرت لحد الآن، وهو مشروع فاشل ولكنهم يصرون عليه. طيب ابقى معي سيد محمد العربي زيتوت، وأنتقل لضيفي من لندن السيد إبراهيم عبد الصمد المحلل السياسي. سيد عبد الصمد، يعني حفتر الأسلحة التي نراها لديه، الدبابات، أطنان من الدخائر والبراميل المتفجرة، أيضا أرتال الدبابات والسيارات المسلحة والمدرعات، في رأيك من أين يأتي كل هذا الدعم لحفتر ولماذا؟ نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم. وعليكم السلام.
علينا أن نرجع لكي نفهم قصة حفتر مع الدعم الدولي، علينا أن نرجع إلى دراسة أجريت مؤخرا حول الطغاة في العالم خلال القرون الخمسة الماضية. هذه الدراسة خلصت إلى أن هناك قاسم مشترك بين هؤلاء الطغاة، وهي الطفولة البائسة. الطفولة البائسة، لذلك وهم عندما قرروا استبدال الأنظمة الملكية التي كانت تحكم أوطانا، التي كانت رحيمة ومتساهلة مع الشعوب، قرروا استبدالها بعسكر. هؤلاء العسكر تم تجنيده بناء على مواصفات معينة، وهي من ضمنها هي الطفولة البائسة. أن الدكتاتور والطاغية عندما يعيش طفولة بائسة يتولد عنده نوع من الحقد على هذا الشعب، لذلك عندما يصبح حاكما حيكون أشرس من المحتل الأجنبي وينفذ التعليمات الأجنبي بسادية وحقد لا يضاهى أبدا. لذلك القذافي هذا ما فعله القذافي، اختار جند القذافي لطفولة البائسة لأنه كان مهان وعاش حياة شقاء في صغره، فحقد على الشعب الليبي، لكن اختاروه بناء على هذا استبدل الملك إدريس بهذا الشخصية السادية. وكذلك حفتر، الجنود مع القذافي كلهم تم تجنيدهم بناء على هذه المواصفات، ليس لهم من الدين وازع ولا من الأخلاق رادع. لذلك عندما تخلص الشعب الليبي من القذافي تظاهر بمساندته وقرر استبداله بطاغية لا يختلف عن القذافي وهو حفتر. القذافي كان عندما مشاهد الإعدام كان يطلب من معاونيه رسالة إليه ليتلذذ بمشاهدة مشاهد الإعدام لمعارضيه، وهذا ما يفعله حفتر. حفتر بالتأكيد شاهد يوم أمس جثث وهي معلقة وكذا، وكان يتلذذ ويتلذذ بمشاهدتها. لذلك فهم يختارون هؤلاء لأنه أفضل ينفذ أجندتهم. كل إذا فوضنا أمرنا لهؤلاء المبعوثين الأمميين فإنهم سيختارون لنا طغاة من هذا النوع، لأنه هذا هؤلاء الطغاة هم أفضل من ينفذ أجندتهم ويسيطر على موارد البلد ويذل الشعب ويمنع أي نهضة حقيقية في هذا الوطن، ويجعل موارد هذا الوطن هي في يد تلك القوى التي جندته وتحرص على تأمينه في الداخل والخارج وتمده بالسلاح والنصائح والخبرات الأمنية. ابقى معي ضيفي من لندن سيد إبراهيم عبد الصمد، وأعود للدبلوماسي الجزائري السابق سيد محمد العربي زيتوت. سيد محمد، يعني أنت كدبلوماسي سابق ربما تطلع على كثير من أو اطلعت على كثير من خبايا ما يسمى المجتمع الدولي. ما يجري في ليبيا الآن ويقوم به حفتر ومن معه من ميليشيات يعني فاقت حتى جرائم الحرب التي كنا نسمع عنها في كتب التاريخ. لماذا برأيك هذا الصمت الدولي وخاصة من الأمم المتحدة؟ لماذا يستمر الدعم لحفتر والمطالبة بوجوده في المشهد السياسي؟ الأمم المتحدة هي مجلس الأمن، ومجلس الأمن هو ما يسمى بالخمسة الكبار، أي الدول التي لها حق الفيتو، أي الولايات المتحدة، روسيا، بريطانيا، فرنسا، وسبين. هذه الدول إجمالا الصين إذا استثنيناها إلى حد ما، لكن هذه الدول إجمالا متفقة على شيء، وهو على سيطرة على كما قلت على المنطقة العربية بكافة الطرق. وليبيا في هذا المضمار، فهذه الدول الأربعة على اختلاف في بعض التكتيكات أو في بعض الجزئيات كلها تناصر حفتر، بمعنى أنهم مثلا يختلفون حول أوكرانيا اختلاف شديد، البريطانيين والفرنسيون والأمريكيين مع الروس، ولكنهم عندما يأتون إلى ليبيا يتفقون مع الروس، كما أنهم متفقين مع الروس إلى حد ما أو إلى حد كبير في سوريا. منطقتنا يتفقون حولها لأنها مراد لها، لأنها هي في قلب العالم، وهي تاريخيا أثبتت أنها تستطيع أن تدير أو أن تكون لاعب رئيسي وأحيانا اللاعب الرئيسي في هذا العالم، ولذلك لا يراد لها أي قيامة. المجتمع الدولي كذبة كبرى، ليس هناك شيء اسمه المجتمع الدولي. طيب سيد محمد، هناك من يقول، عذرا على المقاطعة، هناك من يقول، أنت تقول الآن بأنهم يتفقون مع روسيا، ولكن هناك من يقول بأن خطا أحمر هو أن تتدخل روسيا في ليبيا، هذا هو يعتبر الخط الأحمر لدى الغرب، ما صحة هذا الكلام؟ هذا الكلام ليس صحيح، ولو كان خطا أحمر لما وجدنا حفتر المدعوم فرنسيا والمدعوم أيضا أمريكيا والمدعوم غربيا عموما، لما وجدناه يذهب إلى موسكو، ولما وجدناه يذهب إلى البواخر الروسية التي الآن على الحدود الليبية، ولما وجدناه يلقى الدعم الإماراتي والمصري. الإمارات ومصر ما كان لها أن تفعل ما تفعل لولا ضوء أخضر غربي. إذن هم متفقين مع الروس، ولكنهم بمعنى أن الاتفاق ليس نهائي، ما زال هناك نوع من التنافس، لكن إجمالا متفقين على التواجد في ليبيا، وأيضا وروسيا تخدمهم في القضايا الكبرى، وأيضا يضحون بأبنائهم من أجله.
عذرا عن المقاطعة، ابقى معي. أنتقل للسيد إلياس الباروني، أستاذ العلاقات الدولية من كوالالمبور. سيد إلياس، فرنسا تعتبر داعم رئيسي لحفتر، ويعني كما شاهدنا في تلك الأيام فرنسا تعلن عن مقتل 3 من جنودها في الحرب في ليبيا عندما كانت تساعد ميليشيات حفتر. في رأيك لماذا هذه الاستماتة الفرنسية للقتال مع حفتر ونصرته؟ لو رجعنا أخي محمد قبل الإعلان فرنسا كان دعم خفي لفرنسا لحفتر، وأنكرت عدة مرات، وفي نفس الوقت تنظيم الكرامة في عبر وسائل الإعلام المختلفة يقول ليس هناك دعم دولي وليس دعم فرنسي، ولكن تفاجأ العالم وأيضا ليبيا بإسقاط الطائرة وقتل الجنود الفرنسيين. وحاولت فرنسا عبر وسائل المختلفة وعبر دبلوماسيتها بأن هؤلاء مجرد دعم لوجستي لقوات حفتر. هذا يدل على أن هناك فعلا ازدواجية في المعاملة، وأيضا هناك دعم واضح بدول الكبرى لدول مجلس الأمن التي تدعي بأن هي مع الوصول إلى اتفاق وحل الأزمة الليبية. وهذا يتضح لنا جليا بأن الآن القضية ينبغي أن تكون حل ليبي، وللأسف وليس بالحوار. يعني لاحظنا الآن الأزمة طالت حوالي 4 سنوات تقريبا ونصف، يدعون الليبيين إلى الحوار وإلى المصالحة، ولكن في الحقيقة لا حوار مع من قتل الليبيين، لا حوار مع من شرد الليبيين، لا حوار مع من قام بالإجرام ضد الشعب الليبي. ينبغي الآن الثوار تصحيح المسار، تجميع قواهم، وأيضا عدم اختراق صفوفهم. ينبغي الآن التوحد تجاه تنظيم الكرامة الإرهابي. شفتوا الآن المجازر في المنطقة الشرقية، شفتوا تنكيل ونبش القبور. على أي أساس تقول بأنه تنظيم إرهابي سيد إلياس؟ أنت أستاذ العلاقات الدولية، هل هو على أساس القوانين الدولية التي يقولون عنها؟ نعم، هذا محمد، كل الجرائم الآن انتهاك حرمات الأموات، نبش القبور، حرق الجثث، تنكيل بهم في الشوارع، وكل هذه الأشياء محرمة دوليا. إذن المجتمع الدولي يدعم تنظيم إرهابي الآن؟ نعم، قتل الأسير، هذا كلها انتهاك لحقوق الإنسان، انتهاك للأعراف للديانة السماوية جميعا، أيضا انتهاك للقوانين الدولية. هذا يعتبر جرائم حرب، ويجب على المجتمع الليبي الآن قواه الحية الثوار طوال 17 فبراير أن يوثقوا ذلك. نعم. ويوكلون محامين ورفع قضية لمحكمة العدل الدولية وأيضا إلى محكمة. نعم. أنقل هذا الكلام بالذات، عذرا عن المقاطعة، أنقله للسيد محمد العربي زيتوت الدبلوماسي الجزائري السابق. سيد محمد، يعني وفق القوانين الدولية ووفق قوانين مجلس الأمن التي وضعها مجلس الأمن، وأيضا القوانين في الدول التي تسمى بالكبرى كأمريكا وغيرها والتي تحمي حقوق الإنسان وأدمية الإنسان، هل يمكن فعلا اعتبار ما يجري في ليبيا هو الآن تنظيم الكرامة الإرهابي وحرب بين الثورة والإرهاب؟ وبكل تأكيد ما قاموا به مثلا من نبش القبور وسحل الجثث وقتل الأسرى، وهذا الآن أصبح موثق، هذا بكل تأكيد هو جرائم حرب وفق اتفاقية جنيف الأولى والثانية والثالثة والرابعة. اتفاقية جنيف المتعلقة بالحرب كلها تعتبر هذه الأعمال من أعمال جرائم الحرب، وأحيانا قد تكون حتى جرائم ضد الإنسانية إذا ما توفرت فيها مجموعة من الشروط. بكل تأكيد أنها جرائم حرب، وبكل تأكيد أن حفتر ومن معه يقومون بجرائم حرب، والعالم يشاهد ذلك ويرى ذلك، لكنه لا يتحرك، مجلس الأمن لا يتحرك كما قلت لك، لأنه خاضع للقوى الخمسة الكبرى، والقوى الخمسة الكبرى تريد هذا النوع من الاستقرار الاستعماري، فإذا لم يكن فلتكون الفوضى المخططة. هناك مسألة أخرى حتى يتم خدمة مجموعة من الأهداف. هناك مسألة أخرى، مصر جارة ليبيا، ما الذي تريده من هذا الدعم الغير منقطع النظير لحفتر وميليشياته؟ أنتم أصلاً في ليبيا الآن مثل في سوريا، مثل العراق، مثل أشياء كثيرة خاصة ليبيا تدفع ثمن الانقلاب في مصر. عندما قام العسكر بدعم غربي خليجي بالانقلاب على الانتخابات المصرية وعلى رئيس مصري شرعي،
كان الهدف منها استرجاع مصر لقوى الثورة المضادة، وإذا عندما استرجعوا مصر فإن مصر ستصبح مثل العصا في أيديهم، وهي يقومون بها مثل العصا. هناك قوى خاصة مصرية، وهناك دعم إعلامي، هناك دعم بالسلاح، هناك قصف طائرات مصرية لحتى المدنيين وللثوار. إذا مصر اليوم تحت حكم العسكر هي بالفعل قوى ضد الشعوب، ولا بد في واقع الامر ان ليبيا، ما لا اعتقد ان الوضع سيستقر في ليبيا اذا استطاعت الثوار فقط الحفاظ على انفسهم وعلى طرابلس وعلى المدن التي يتمتعون فيها بدعم وبقوه، يكون جيد الى غايه ما تتغير الاوضاع في مصر بشكل خاص. نعم. طيب سيد محمد العربي زيتوت الدبلوماسي الجزائري السابق، كنت معي عبر الهاتف، أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة، وأنتقل إلى كوالالمبور مع الدكتور إلياس الباروني. دكتور إلياس، كيف تعلق خاصة على جزئية مصر وأن ليبيا تدفع ثمن انقلاب عسكري في مصر انقلب على الشرعية هناك؟ أنا استغرب في الحقيقة، يعني الخارجية المصرية والدبلوماسيين المصريين مشهود لهم بالحنكة وبالتخصص في العلاقات الدولية، يا ريت يعني تتوجه السياسة الخارجية المصرية إلى رؤية المصلحة الوطنية المصرية، ما مدى العلاقات المصرية الليبية، وأيضا الترابط النسيج الاجتماعي، وأيضا الترابط الاقتصادي والتبادل الاقتصادي. لا ينظرون حتى العامل الاجتماعي، لا ينظرون إلى العامل الاقتصادي. ينبغي على السياسة الخارجية أن تعيد، السياسة الخارجية المصرية أقصد، أن تعيد حساباتها وإعادة النظر في الاتجاه التي اتجهت نحو الآن في دعم حفتر. في الحقيقة لا يشرف مصر ولا يشرف، ومن قال أن دعمهم لحفتر ليس مغزاه اقتصادي؟ هم كما يقول البعض يريدون الاستيلاء على برقة واحتلالها، تلك التي يقول البعض بأن ترابها حامي على أبناء الشعب الليبي وعلى أبناء بنغازي نفسها. نعم، يعني أنا أقصد ينبغي على السياسة الخارجية أن تعيد حساباتها، تعيد يعني ترتيب أولوياتها في السياسة الخارجية تجاه ليبيا. ليبيا الآن الأمن المصري من أمن ليبيا، وينبغي أن تعيد حساباتها. لا يشرف مصر ولا يشرف الجيش المصري ولا يشرف الحكومة المصرية ولا يشرف كبار العلماء السياسة في مصر بأنهم يتعاملون مع شخص متقاعد متمرد وأسير حرب. يعني كيف لمصر قوة مجتمع، يعني أم الدنيا مصر، كيف تتعامل مع أسير حرب؟ حقيقة هذا شيء لم نفهمه، لم أفهمه من قيادات مصر. ينبغي أن تعيد حساباتها، يجب على أن هناك دورات وندوات ومؤتمرات كيف تعامل وكيف تدعم مصر، تدعم حفتر شخصية مثل هذه الشخصية، يعني مهزوم، هزم في حرب تشاد. نعم. ايضا دخل في حرب تشاد، عفوا محمد، دخل في حرب تشاد وهي في الحقيقه جريمه كبرى في حق الجاره الجنوبيه لليبيا في تشاد، قتل وهدك العراد في تشاد، وكان مصيره اسير فوق دابه وهو عاري. في الحقيقه يعني هذا لا يشرف مصر ولا يشرف مع التركيز هنا سيد الياس، أنا الحديث ليس على مصر، الحديث على حكومة الانقلاب التي نعرف من كتب حتى دستورها سيد الياس. نعم، وهنا أيضا ينطبق الكلام على الإمارات. في الحقيقة الإمارات كان موقفها مشرف أثناء 17 فبراير 2011. سنعود لمسألة الإمارات ورئيسها الفعلي محمد بن زايد الذي أبعد أخوه. ابقى معي دكتور إلياس الباروني، ابقوا معنا مشاهدينا ومستمعينا الكرام، لنا عودة بعد هذا الفاصل. فلا يا قلب لا تحزن على صحب فقدناهم، على صحب لهم جرح عميق ما ذكرناهم، عشقناهم صغار الحي ما أحلى محياهم، وكم نشتاقهم والعيد يأتينا بذكراهم، وكم نشتاقهم والعيد يأتينا بذكراهم. فلا يا قلب لا تحزن على صحب فقدناهم، على صحب لهم جرح عميق ما ذكرناهم، عشقناهم صغار الحي ما
وكم نشتاقهم والعيد يأتينا بذكراهم. وكم دارت بنا الأقدار رمتنا خلف مرماهم وأنستنا نهار العيد وكاد القلب ينساهم. أحبتنا وكم جرحوا وليل البعد أعياهم وكم حملت لنا الأيام أحلاها وأحلاهم. وجاءت والعيون السود تغازلهم وتهواهم تقبل إخوة في الدرب مضوا والدرب ناداهم. ونمشي والهوى يمشي ولا لقياك لقياهم. حملنا حبنا غضا وفي ألم حملناهم على الأكتاف والفرسان قد أنات مناياهم. سنتركهم هنا والأحد يمهد دار سكناهم ونهمس همس مهموم ونبكي صمت نجواهم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا ومستمعينا الكرام، كذلك نرحب بضيوفي. انضم إلينا الآن السيد محمد مرغم وهو عضو المؤتمر الوطني العام. سيد محمد أرحب بك وأسأل هنا عن موقف بعض الدول العربية مما يجري في ليبيا ودعمها الواضح لحفتر، لعلي أسمي لك بعضها، يعني مثل مصر والإمارات التي تدعم بكل أشكال وأنواع الدعم، وأيضا السعودية التي تدعم عن طريق بعض مشايخها وبعض المسؤولين فيها ما يقوم به حفتر. نعم، السؤال نعم سيد محمد، السؤال شنو السؤال؟ نعم، سألتك عن ما الذي تريده هذه الدول العربية، لماذا تدعم حفتر بهذا الشكل وهي تعلم علم اليقين أن ما يجري الآن من جرائم وقتل، ويعني شهدنا بعض المشاهد المروعة بالأمس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا مشروع حفتر هو مشروع الثورة المضادة، هو مشروع إجهاض ثورة فبراير ومنعها من تحقيق أهدافها في إقامة نظام حر تعددي يسمح بحرية التعبير والتداول السلمي على السلطة، شوري يحافظ على كرامة الإنسان ويحقق حرية الإنسان المشروع. هذا هو مشروع الربيع العربي في العالم العربي كله، في تونس وفي مصر وفي سوريا وفي اليمن وفي ليبيا. وطبعا ووجه هذا المشروع مشروع الشعوب العربية، مشروع التحرر العربي والثورة المضادة من أزلام وفلول النظم السابقة في كل الدول هذه، وطبعا تحالفت معه القوى التي ليس من مصلحتها التغيير، سواء كان الإمارات. طبعا انتصرت الثورة المضادة في مصر يعني ووصل النظام السابق بكل أركانه الى الحكم، وبالتالي يعني لابد من اجهاض الثوره في ليبيا حتى يستقيم الامر له ويستتب له الامور ويرتاح من الجانب الغربي ويرتاح من مثل اخر يعني شوري حر نظام يجد فيه الانسان كرامته. هذا طبعا مش في صالحه. كذلك طبعا الإمارات طبعا تبنت مشروع الثورة المضادة ومعروف دعمها للثورة المضادة وانقلاب السيسي في مصر، والسعودية كذلك. هذا يعني هذا الدعم، هذه الحرب حرب مواجهة. أنا يذكرني هذا بالحلف الذي عقدته الممالك الأوروبية ضد الثورة الفرنسية، قال عليه واحد من فقهاء القانون الدولي، قال الحلف هذا حلف الملوك، قال هذه نقابة مهنية للدفاع عن مهنة الملوك. طبعا خافوا الملوك على مناصبهم وخافوا على مهنتهم وخافوا يعني الممالك تنتهي، فداروا حلف لحرب الثورة الفرنسية
طيب. وفعلا نجحوا كثيرا في تأخيرها وتأخيرها عن تحقيق أهدافها. 70 سنة حتى استقرت فرنسا. الآن نحن في نفس السيناريو ونفس المخطط. طيب. الذي ليس له مصلحة في حرية الشعوب فيقف ضد حرية الشعوب. نعم، ابقى معي سيد محمد مرغم عضو المؤتمر الوطني العام، وأنتقل للسيد إلياس الباروني من كوالالمبور وهو أستاذ العلاقات الدولية. سيد إلياس، الإمارات وحاكمها الفعلي أو رئيسها الفعلي محمد بن زايد، الذي من الواضح أنه أبعد شقيقه خليفة عن الحكم، يعتبر أكبر داعمي الانقلاب في ليبيا وأيضا في مصر، لماذا برأيك هذا الدعم اللامتناهي؟ لا، هو الحقيقة حتى نرجع للوراء قليلا. نعم. عندما انتقلت السلطة وانتخاب مصر للسيسي وأيضا فوز الأخوان المسلمين في العملية السياسية في مصر، وبعد ذلك انتقلت بعض في هناك محاولة انقلاب حصلت في الإمارات، والإمارات تهمت بها الأخوان وأن هناك سلة ما بين الأخوان في مصر وأخوان في الإمارات. بدأ هناك هاجس خوف من قبل الإمارات بأن ستنتقل العدوى من الأخوان إلى ليبيا وإلى منطقة شمال أفريقيا وإلى تونس وإلى آخره. بدأت هنا حملت راية الثورة المضادة ضد الثورات الربيع الديمقراطي التي حصلت في هذه الدول، وبدأت تجهز نفسها لدعم أو للانقضاض على النظام السياسي في مصر. وبالفعل نجحت في الانقلاب على السيسي وانتقلت السلطة إلى انقلاب على مرسي. انقلاب على مرسي، نعم. وهنا بدأت نفس الخطوة تنتقل إلى ليبيا وتريد إعادة السيناريو الذي حصل في مصر إلى ليبيا، ولكن طبيعة المجتمع الليبي وأيضا طبيعة الثورة في ليبيا كانت ثورة مسلحة بامتياز، وأيضا ليس يعني كان تحول من الثورة السلمية إلى الثورة المسلحة، وبالتالي هناك اختلاف في عملية المقارنة بين النظام السياسي الموجود في أو النظام الاجتماعي والثورة المصرية، وبالاختلاف بالنظام الاجتماعي وأيضا الثورة في ليبيا. وهنا أصبحت هناك مقاومة شديدة لتوجهات الإمارات ومصر والأردن والسعودية، وخاصة أن السعودية تدعم الثورة المضادة وهي بطريقة خفية جدا جدا وداخلة وأخطر. أعتقد أن السعودية دعمها للثورة المضادة أخطر من الإمارات ومصر. هناك توجهات فكرية دينية، أيضا ضرب النسيج الاجتماعي في العقيدة. طيب. وفي المذهبين السائدين في ليبيا وحربهم للمذهب المالكي والمذهب الأباضي المنتشرين السائدين في ليبيا، وبالتالي ضرب النسيج الاجتماعي في العقيدة الإسلامية وفي المذهبين الأساسيين في ليبيا. نعم. وبالتالي الدعم السعودي أخطر من الإمارات ومصر. هنا سمح لي محمد، إن مصر والإمارات عداءهم واضح، هناك القتال بين الطرفين، يعني هناك قوات مصرية وإماراتية تضرب الثوار في ليبيا، وهنا الصدام والقتال رجل لرجل، ولكن السعودية تدعم بطريقة خفية، تعمل على ضرب الفكر وضرب العقيدة وضرب النسيج الاجتماعي داخل ليبيا، وهذا أخطر في الحقيقة. واحد لاحظناه في قتل شيخنا العلامة نادر وأيضا بعض المشايخ الأخرى، وزجهم بسجون والحق بهم السهم، وأيضا أحيانا بعض الاتهامات التي رحقت ببعض المشايخ التي وقفت ضد التوجهات ما يعرف بالربيع المدخلي وبعض التيارات المتشددة في المملكة السعودية. كل هذه الأشياء أصبحت مترابطة ومتشابكة لحرب الثورة 19 فبراير، وهنا يعني هناك يعني وضع خطير جدا. وهنا ينبغي على المجتمع الليبي أن يعي ذلك جيدا، وينبغي على وسائل الإعلام أن تلعب دور كبير جدا من خلال وزارة الثقافة، وزارة الإعلام، إدارة الإفتاء، وزارة الأوقاف، أيضا دور المساجد، دور المدارس في توعية الناس. وأيضا هناك خطر داهم على المجتمع الليبي، نلاحظه يوم في طرابلس ويوم في بنغازي يوم في الجنوب يوم في الغرب،
كل البقاع الليبية الآن تشهد توترات، تشهد قلق، تشهد حروب، تشهد نزاعات، يعملون على تفتيت النسيج الاجتماعي، يعملون على ضرب العقيدة الإسلامية، ضرب المذهبين الأساسيين في ليبيا، المذهب الليبرالي والمذهب المالكي، يحاولون قدر الإمكان أن تسفيف هذه المذهبين السائدين وإدخال فكر وعقيدة دخيل علينا، وأيضا فتاوي مصدرة لنا عبر وسائل الإعلام. كل هذه الأشياء تعتبر مهددة للنسيج الاجتماعي، مهددة. طيب سيد الياس، عذرا على المقاطعة، أنوه إلى الخبر العاجل الذي كان على شاشة التناصح، إذا الآن هو على الهواء على عبر الشاشة. ثوار وأهالي مدينة مصراتة يعلنون عبر الراديو المحلي للمدينة تشكيلهم مجلسا بلديا جديد لتسيير أمور المدينة. أنتقل الآن للسيد محمد مرغم، عضو المؤتمر الوطني العام. سيد محمد، يعني سياسيا يدعمون ما يسمى بمشروع الوفاق السياسي أو اتفاق الصخيرات، ومن تحت الطاولة كما يقول البعض يدعمون حفتر. أقصد هنا المجتمع الدولي الذي يقول بأنه يريد دولة قانون ويريد أن ينقل نموذجه الديمقراطي كما يسميه إلى ليبيا. كيف تعلق؟ الحقيقة اللي صدق ما يسمى بالمجتمع الدولي، أنا لا أسميه المجتمع الدولي، أنا أسميه القوى المتنفذة في العالم، القوى ذات النفوذ، هي أربع دول ولا خمسة هي اللي يعني تسير في الأمم المتحدة وتفرض إرادتها وهيمنتها على كل الدول المستضعفة، وهذا طبعا لحماية مصالحها وحماية. وطبعا هو أخطر شيء بالنسبة لهم هو وحدة هذه المنطقة. المنطقة هذه إذا اتحدت النظم في يعني أو قامت نظم متشابهة شورية تعمل لمصلحة الشعوب وتحت رقابة الشعوب وتحت يعني رعاية الشعوب، طبعا الشعوب هذه واحدة، الشعوب هذه واحدة، ومن الممكن أن تكون كتلة أو اتحاد أو كتلة يعني إقليمية في تضارع الاتحاد الأوروبي وتقف ندا له، وبالتالي لابد من تفرقتها. والمخطط الخشية مش مجرد إعادة النظام فقط، الخشية الآن من تقسيم دول هذه، تقسيم ليبيا، تقسيم مصر، تقسيم سوريا، تقسيم العراق، رأوا الأمور الخصم أو ما يسمونه بالمجتمع الدولي رأوا يخطط على نفس طويل، وأظن من استقلال السودان عن مصر في 56 إلى انفصال جنوب السودان عن شمال السودان حوالي 50 سنة، هذه يعني ماشيين خطوة خطوة، وبالتالي يعني الأمور هذه من أجل شنو؟ من أجل أن تظل هذه المنطقة ضعيفة محتاجة، لا تشكل أي خطر على الغرب المسيحي، وبالتالي لابد من زعزعة الاستقرار. وهم ليكون في علمك يعني مش لازم يديروا حل للشعب الليبي، ممكن تستمر الفوضى ويستمر القتال ويستمر مش خاطرين، هم الموت فينا احنا والنزيف فينا احنا. طيب والاموال. نعم نعم سيد محمد، يعني هم ما عندهم مشكله، يعني هم مش مستعجلين حتى على الاستقرار في ظل حفتر او غير حفتر يعني. طيب او اي عميل اخر، المهم ان يا اما ان يكون عميلا مؤتمرا بامرهم، يا اما ان لا تستقر هذه المنطقه وتستمر في الفوضى. ابقى معي سيد محمد مرغم، وننوه الى ان خبر عاجل ورد الان هو ان مجلس البحوث والدراسات الشرعيه بدار الافتاء الليبيه اصدر بيانا اهم ما جاء فيه انه يعتبر ما جرى في طرابلس من احداث ارهبت الناس وافزعتهم واتلفت وجرى على غرارها اتلاف الممتلكات العامه له من الضرر للامه والاعتداء على الحرمات. ايضا البيان استنكر ما قال انها المظاهرات التي تم الاعداد لها على غرار مظاهرات باب العزيه
والتي تشيد بدمار المدن في الشرق الليبي وخاصة بنغازي، وتشيد بميليشيات الكرامة التي تحرق الجثث وتنكل حتى الموتى. أيضا البيان اعتبر أن ما قامت به عصابات مجرم الحرب حفتر من قتل من حاول النجاة بنفسه وأيضا إحراق الجثث وإخراجها اعتبرته عمل في الوحشية غير مسبوق، وأيضا قالت بأنه مما يستوجب غضب الله وإنزال العقاب والهلاك بمن فعل هذا. إذا تحذر دار الإفتاء من هذه الممارسات وتعتبرها ممارسات غير مسبوقة في الوحشية. أيضا مجلس البحوث يعد ما حصل في الأحداث من الضرر العام بالأمة الذي لا يكفي فيه الاعتذار بالبيانات التي تتلاعب بالألفاظ لامتصاص غضب أصحاب الحق وأهالي الشهداء، بل اعتبرت أن للأمة الحق في وضع حد لتغول الانقلابيين والعابثين بأمن الوطن. إذن هذا خبر عاجل ورد إلينا عن مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية، بيان صدر قبل قليل عن دار الإفتاء. أنتقل للسيد إلياس الباروني. سيد إلياس، لعل في الجزء المتبقي من هذه الحلقة نناقش عن كيفية دفع هذا التدخل والتوغل من قبل بعض الدول في دعم مشروع الانقلاب، ولعل أسأل هنا عن الطريقة المثلى لإيقاف هذا الدعم الدولي ودعم بعض الدول للانقلاب في ليبيا. هنا محمد ينبغي على أن هناك خطين متوازيين، كما هناك طوال مشتقين للسلاح لمقاومة تنظيم الإرهابي، تنظيم الكرامة الإرهابي، ينبغي هناك تنظيم آخر، تنظيم إعلامي مكثف، تنظيم سياسي أيضا مكثف في اتجاهات متوازية. بمعنى ينبغي على الإعلام يتحرك داخلي وخارجي لتوضيح القضية الليبية. ثانيا هناك ينبغي هناك بعض الشخصيات التي لها صيت ولها قدرة على الاتصال ببعض الدول التي تخدم القضية الليبية، خاصة ألمانيا وبعض وإيطاليا وبريطانيا، ينبغي التحرك على الصعيد الخارجي للتعريف بقضيتنا وأيضا توضيح من الثوار ومن هم سرايا الثوار، من هم مجلس الشورى ثوار بنغازي، ومن هم ثوار في مدينة طرابلس، ومن الذي يعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في ليبيا، ومن هم الذين يخاطبون الولايات المتحدة الأمريكية ويخاطبون الإمارات ويخاطبون المجتمع الآخر أو المجتمع الدولي بأن تشويه الثوار وتشويه ما يحدث في ليبيا وتشويه ما يحدث في مقاومة الثوار للدورة المضادة. ينبغي الآن على الثوار، يعني الثوار الإعلام والثوار في السياسة الخارجية، أن يتحركوا الآن مسرعا. لا ينبغي أن نترك المقاومة على الأرض بدون دعم إعلامي ودعم سياسة خارجية أو اتصال بالدول الأخرى لتعريفهم بقضيتنا وأيضا لجلب تأييد الدولي. طيب. وينبغي الآن فتح الحوار مع مصر ومع الإمارات. طيب. مصر والإمارات مهمة جدا. نعم. فتح قنوات اتصال معهم. ماذا تريد يا مصر؟ ماذا تريد الإمارات من ليبيا؟ طيب. ينبغي هذا السؤال يطرح على الخارجية. نعم. أنقل هذا الكلام. عفوا محمد. نعم. ينبغي ما تريدون منا حتى نجلس في الحوار مع بعضنا ونتبادل الآن الحوارات، نتبادل الآراء والأفكار، ممكن نلتقي، ممكن مصر الإمارات لا يعرفون من نحن، ماذا نريد. ينبغي الآن نعرفهم جيدا ونتبادل. طيب. العقد الدولي. نعم. على المصالح. نعم. المصالح مشتركة حتى نهزم حفتر ونهزم تنظيم الكرامة. طيب. الإرهابي من وجود. نعم، أنقل هذا الكلام للسيد محمد مرغم وهو عضو المؤتمر الوطني العام. سيد مرغم، لو ختمنا معك بهذا، هل يمكن للسياسيين الذين لازالوا مع الثورة خاصة في المؤتمر الوطني العام وأيضا بعض النشطاء الحقوقيين، هل يمكنهم فعلا أن يوصلوا صورة الثورة، أن يضغطوا على المجتمع الدولي أمام المحافل والمحاكم الدولية؟ هو يا أخي أرى السؤال الإمارات أو مصر، هذه رأي دول ليست حكمها في يدها، هذه تسير من الخارج، وهذه لحماية الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين، ومعروفة شن دار السيسي في 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 رفح وفي غزة، ولليوم قاعد يهدم في الباقي
يعني تتسرب منها بعض التموين وبعض الحاجات الضرورية لإخواننا المحاصرين في غزة. هذه نظم هو أولا يعرفوننا جيدا. الخطوة الأهم هو أن ثوارنا لابد أن يتحدوا تحت قيادة عسكرية واحدة، لابد من استكمال مشروع الحرس الوطني الذي أعلن عنه، لابد من كن أن يكون الثوار تحت قيادة عسكرية واحدة وتكون حركتهم واحدة وملتزمة مع بعضها. هنالك يكون لهم التأثير وتكون كلمتهم مسموعة ويستطيعون أن يؤثروا في المشهد. أما هم كان أول خطوة جراها هو تفريق كلمتنا، هو زعزعتها. إذن لابد من توحيد الصفوف وجمع الكلمة. طبعا هذه ياسي، شكرا لك. لا يستمعون إليك وأنت متشردم، لا يستمعوا إليك. وضحت الصورة، لن يقبلوك أصلا. وضحت الصورة، شكرا لك. أعتذر على المقاطعة. سيد محمد مرغم، عضو المؤتمر الوطني العام، أشكرك جزيل الشكر، وأشكر دكتور إلياس الباروني أستاذ العلاقات الدولية كان معي من كوالالمبور عبر سكايب. أشكر أيضا السيد إبراهيم عبد الصمد المحلل السياسي كان معي من لندن عبر سكايب، والذي فقدنا معه الاتصال معه ونعتذر منه. أيضا أشكر السيد محمد العربي زيتوت الدبلوماسي الجزائري السابق. أشكركم على طيب المتابعة، إلى لقاء آخر. دمتم ودام الوطن في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.